التنمية تسري في شرايين المحروسة 4 تريليونات جنيه لتنفيذ 25 ألف مشروع. تجمعات عمرانية ومشروعات استثمارية منطقة الساحل الشمالي الغربي بحلة جديدة. رفع نصف مليون مشروع بحثي على المنصة الرقمية. الطالب ووزارة التعليم ينجحان في الاختبار. بأمر الحكومة لا تراخيص بناء بالقاهرة الكبرى لستة أشهر. سبع سنوات بناء، ذلك هو عنوان تقرير أصدرته وزارة التخطيط، كشف عن تدشين 25 ألف مشروع بقيمة أكثر من 4 تريليونات جنيه خلال الفترة من 2014 ل 2021. التقرير كشف أيضا عن تنفيذ أكثر من 16 ألف مشروع تنموي وخدمي في كل القطاعات بتكلفة كلية تقدر بنحو 2.2 تريليون جنيه. وفي إطار اهتمام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة في الصعيد والمحافظات الحدودية، أوضح التقرير أن عدد المشروعات المنتهية والجارية في محافظات الصعيد يبلغ 4446 مشروعا بتكلفة كلية 300 مليار جنيه. ومن المشروعات التنموية بالصعيد لمنطقة الساحل الشمالي الغربي التي تعد منطقة جذب للعديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهذا ما نوه به رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤكدا على الأهمية الاقتصادية والتنموية التي تحظى بها تلك المنطقة. مدبولي وخلال اجتماع لمتابعة أعمال لجنة حصر تصرفات الأراضي وحل مشكلات المستثمرين بالساحل الشمالي الغربي، كشف عن إقامة تجمعات عمرانية بتلك المنطقة وكذا مشروعات التنمية الزراعية والسياحية. أما وزير التربية والتعليم طارق شوقي فقد أعلن اليوم أن أكثر من نصف مليون طالب وطالبة نجحوا في رفع مشروعاتهم على المنصة الإلكترونية بسهولة ويسر. إعلان شوقي يأتي بعدما بدأت الوزارة في تسلم المشاريع البحثية على المنصة الإلكترونية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي من السبت وحتى 16 من مايو الجاري. وعرفانا بجميل صنعها، فقد وجه الوزير الشكر لمدرسة الكامبيل الابتدائية بأسوان على الجهود التي قاموا بها خلال استلام أبحاث طلاب المدرسة، حيث إنها أول مدرسة على مستوى الجمهورية تنتهي من تسلم المشروعات بهذه الكفاءة. إيقاف التراخيص للمباني الجديدة أو التعليات للمباني السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر، هذا ما وجه به رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. لكن قرار إيقاف التراخيص شمل فقط المباني السكنية التابعة للمواطنين دون المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والقومية، كما وسيطبق القرار على المناطق بمحافظات القاهرة الكبرى في وقت طالب فيه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي بضرورة إعادة فتح الجراجات التي تم استغلالها لأغراض أخرى لاستيعاب السيارات مع دراسة تحصيل مبالغ مالية نظير انتظار السيارات بالشوارع. تابعونا عبر منصاتنا الإلكترونية.